من عقود أمن ونظافة وصيانة وتدريب حتى يتم تعميم نظام التأمين الصحي. وكل سنة نخش على مستشفى بوحدتها. خلال 4 سنوات هنلاقي أتليست 50% من المستشفيات بالوحدات في كل المحافظات بقت مختلفة تماما. خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير هندشن أول 7 مستشفيات نموذجية. إحنا عندنا 30 مستشفى في 27 محافظة و 125 وحدة في 27 محافظة. عشان كل أهلنا في كل المحافظات يحسوا إن في بارقة أمل للإصلاح الصحي. ما يسمعش بس إنه في مكان تاني وهو مش شايف حاجة. وهو مش شايف حاجة. إحنا مش هنقدر ولا ندعي إن أنا هقول هصلح كل المستشفيات والوحدات مرة واحدة. إحنا في وزارة الصحة أكتر من 560 مستشفى و 5339 وحدة. مش هقدر أصلح ده كله. وقت واحد صحيح؟ لو إصلاح في البنية التحتية ده سهل، لكن توفير قوى البشرية وتدريبها فيه شوية تحدي. لكن يهمني إن كل محافظة يبقى فيها سنويا مستشفى جديد. إحنا المستشفى النموذجي خصائصها إن أنا مش هبني جديد، ده هي اللي موجود. اللي موجودة بتطوريها. تشغيل. تطوير تشغيل، خلينا نركز. تشغيل عقود أمن ونظافة وصيانة وتغذية وحدائق وتدريب للقوى البشرية مش شرط تكون المستشفى شكلها مبهر من بره ومن جوه نظيفة. نظيفة صحيح. حتى الإشغالات اللي في السور وكل ده بنشتغل عليه علشان نرجع شكل المستشفى ونربطها بالوحدات الصحية اللي في المنطقة كمستشفى مركزية وحدات تابعة لها.